السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آسف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر. عنوان الحلقة: الفرق بين الشك واليقين والريب، وإثبات أن على المهدي أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. يعني في ناس كثير حكوا لي لما أقسمت إنه هاي الآية للمهدي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حكوا لا، هاي اليقين هو الموت. بدي أثبت لهم إنه كلامهم خطأ، وإنه اليقين هو للمهدي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبجيب لكم دلائل وبراهين بالفرق بين الشك والريب واليقين. استعب سورة النساء 157، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إن اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا الشك. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني شافوا واحد صلبوه، مش سيدنا عيسى عليه السلام، وإيش؟ والذي اختلفوا فيه، يعني اختلفوا من النصارى أنه قالوا انصلب، وإحنا نقول ما انصلب وقتل، هم في شك منهم، ما لهم به من علم الاتباع الظن، لأنه ظنهم هو اللي خلاهم يقولوا أنه صلب وقتل، وما قتلوه يقينا. هسه إيش؟ عكس الشك اليقين. والذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، يعني ما كانوا موقنين بقتله. هسه بسورة يونس 94، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقلت لكم احباب بالله، هاي الايه المهدي ما بين الشك واليقين. فان كنت في شك مما انزلنا اليك، هسه في ناس بيقول لك انزلنا، يعني ايش؟ نزل القران علينا. يا حبيبي، القران نزل علينا كلياتنا، ونزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس برضو انا انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. الانزال للجميع. هو بيقول لك: فان كنت في شك مما انزلنا اليك، يعني المهدي بيكون بشك في امور انه الايات هاي بتخصه، فبشك. بيقول لك: معقول وهو نزل على سيدنا محمد؟ زي اي واحد منكم بيقرا القران الكريم بفكر القران بينزل عليه، انه ايش؟ بكلمه رب العالمين، بكلمه. وهذا اللي بيحصل مع الجميع. بقول لك: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب القرآن من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني في شك، وعكس الشك اليقين. سورة يونس 104، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. يعني الأنبياء بيجوا يقول: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، تشكوا في ديني إنه مش دين حق، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولكن أعبد الله. مين هو الله سبحانه وتعالى؟ الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هسه سورة هود 62، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. شوف الشك والريب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك من دعوة سيدنا صالح عليه السلام لا إله واحد مما تدعون إليه مريب. ريب، يعني في ريب في قلوبهم، تردد. هسه بقول لك سورة هود 110، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. شوف دائما الشك بيجي الريب معه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ونقول لك: وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. يعني سيدنا موسى بحكي شكوا في الأمر التوراة، وإيش؟ وبرضه في ريب في قلوبهم، ما
ونفس الشيء مع صالح عليه السلام. تعالى سورة إبراهيم 9، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل من البينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يعني كما أخبرتكم دائما الشك بيجي مع الريب، عكس الشك اليقين. هسه في سورة إبراهيم 10 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يعني رسلهم كل الرسل يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو تشكوا في رب العالمين وبدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. شو قررت كل الناس؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. سورة النمل 66 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بل أدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني علمهم أدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، شاكين أنه في آخرة بل هم منها عمون، يعني معميين ما بدو شأنه. سورة 21 هاي عن الشيطان شو هدفه وسلطانه ليش. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يعني سلطان إبليس ليش الله أعطاه؟ مشان يبين لنعلم من يؤمن بالآخرة، مشان يبين اللي مين هو اللي مؤمن بالآخرة بدون أي شك موقن فيها ممن هو منها في شك. مين اللي بيشك في الآخرة؟ اللي بيشكش في الآخرة بخاف رب العالمين، واللي بيشك في الآخرة يقول لك يمكن في آخرة يمكن ما فيش آخرة بيسوي السبعة وذمتها. سورة 54 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يعني كان قلت لكم الشك المريب، يعني كانوا يشكوا في الله ويشكوا في الأنبياء ويشكوا في الرسل وفي الرسائل ووجود ريب في قلبهم. أسعى سورة 8 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. يعني لما يجي المهدي ويصير الذكر معه ويذكر الناس يقول لك بل هم في شك من ذكري. يعني ايه الذكر؟ الذكر اللي هو ذكر فإن بعد الذكرى كل شيء فيها تذكير في القرآن الكريم اسمه الذكر، وهذا خاص بالمهدي عليه السلام لأنه بذكر الناس الناسي. سيدنا محمد كان يدعي الناس من الكفر إلى الإيمان، المهدي راح يذكر المسلمين والمؤمنين بالرجوع إلى رب العالمين قبل فوات الأوان. سورة غافر 34 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يعني أسرف بالريبة وبالشك دائما الريب. بس أوجهك إياها في آيات أخرى وين شو عكس كلمة ريب. أما الشك عكس اليقين. سورة الدخان 9 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بل هم في شك يلعبون. يعني لو أنهم عندهم إيمان في اليوم الآخر وفي الله وفي القرآن وفي الأنبياء والمرسلين ما قاعدوا يلعبون، لأنه إيش بقول لك؟ ها قربت الساعة وهسه أنا بموت وأنا مش راضي ربي بروح جهنم. سورة الشورى 14 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يعني تفرقوا هسه حتى علماءنا، هاي تفرقوا للنصارى ولليهود وللمسلمين. إيه أنت تفرقوا العلماء من بعد ما جاءهم العلم ليش؟ بغيا بينهم، كل واحد يقول لك أنا الحق وأنت الباطل،
وانقسمت الناس، ناس جماعه مع هذا، جماعه مع هذا، وجماعه مع هذا، وصارت الفرق والاحزاب. ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم، وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، يعني احنا مسلمين، لا في شك منهم مريب. شك من اين؟ ان شاء الله راح نزلكم على ايش الشك منهم مريب. على ايش؟ هل يشكوا في القران الكريم؟ يقول الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الله اعطاهم الكتاب اللي هم العلماء والمسلمين والمؤمنين، اعطاهم القران، بس في شك من مين؟ ان المهدي راح يشكوا فيه ويحط يكون الريب في قلبهم. مش كلهم بس الاكثريه. سوره البقره 23 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ما قال وان كنتم في شك، قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. هسه اشوف سوره التوبه 45 قال تعالى: انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هسه الشك اللي بشك في الامر ممكن يجي يقين، بس اللي في قلبه الريب مستحيل يجي يقين، لانه ايش؟ بكون منافق وفاسق، هو اللي ايش؟ بظل يتردد وبقلبه ريب. عشان هيك انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني هذول ما فيش عندهم لا ايمان بالله واليوم الاخر، وكانوا يستأذنوا مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وكان كيف صفتهم؟ مسلمين ومؤمنين، بس هم اصلا والله ما هم مؤمنين لا بالله ولا باليوم الاخر. وارتابت قلوبهم من ايش؟ من الرسول ومن الرساله نفسها ومن رب العالمين، بس حطوا حالهم انهم عملوا حالهم من الجماعه مسلمين ومؤمنين. وكثير وانتم عارفين احباب بالله كيف الفاسق والمنافق بقعد بين الناس بيعمل حاله صاحب خلق، وبسمع منك وبروح بنقول لفلان وعلان وسوي الفتن بالارض. احنا هاي مشكلتنا، نسمح للمنافقين والفاسقين يقعدوا بيناتنا. سورة التوبة 110 قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هاي أحباب الله إلها معنى آخر، وإن شاء الله راح نزله في شريط مين المقصودين في القول هذا. في ناس كانوا بيقول لك إيش المسجد ضرار اللي كان موجود، فهمت علي؟ بس بيقول لك إن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وإن شاء الله راح تفهموا إيش معناته، بس أنا بقول لكم إيش الريب. هسه أشوف بسورة الحج 5 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني إذا أنتم مش مصدقين بالبعث فشرح لهم كيف خلقنا من تراب ثم ثم ثم. هسه سورة السبع 54 ذكرتها، بس ايش بدي اورجيكم؟ ايش دائما الشك والريب، شك وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. دائما الشك في ريب. سورة قاف 25 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مناع للخير معتد مريب. يعني أي إنسان في قلبه ريب مستحيل الريب كما أخبرتكم يتحول ليقين، الشك يتحول ليقين. مناع للخير لازم يكون هذا اللي في قلبه ريب مناع للخير ومعتدي، يعني من علامات النفاق والفسوق. هسا سورة الجاثية 32 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وإذ قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها،
يعني الريب شو عكسه؟ لا ريب، لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني احنا شاكين بأمر الساعة. فهمتوا علي يا أحبابي؟ سورة البقرة 2 دائما بقول لك شو عكس الإيش؟ الريب. سورة البقرة 2 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما قال ذلك الكتاب لا شك فيه، لا ريب فيه. يعني الريب ما بصير واحد يتردد في الإيمان في الكتاب هذا. سورة آل عمران 9 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يعني المؤمنين بتقول ربنا إنك جامع الناس ليوم ما في ذرة لا من الشك ولا التردد في قلبهم، عندهم اليقين إن الله لا يخلف الميعاد. سورة النساء 87 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو لنجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يعني الله لا إله إلا هو وعد ليجمعنا إلى يوم القيامة، وهذا اليوم لا ريب فيه، ما في لا شك ولا إيش تردد في القلب. يمكن يمكن لا، وظل موجود الريب، بظل إيش موجود جوا، الشك بزول. ومن أصدق من الله حديثا، حاشا حاشا يكون أصدق من الله حديثا. سورة يونس 37 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني عكس الريب لا ريب. أسأل سورة الكهف 21 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، يعني ما في ذرة من الشك يتردد في قلب المؤمن، لأنه إذا تردد في قلبك الشك في موضوع الساعة خاف على حالك أنك منافق. سورة الحج 7 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأنا والله كل واحد مؤمن بالله بآمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وبآمن أن الله يبعث من في القبور. سورة الجاثية 32 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. شفت أحباب الله؟ يعني الظن والشك، لأنه مشكين ما عندهمش يقين. هسه بقول لك والله لما يكون عندك يقين أنت شو بتقول؟ أنا متأكد. بس لما تكون مش مصدق أو شاك في الأمر شو بتقول؟ إن ظن إلا ظن. لأنه إيش الله سبحانه وتعالى يقول لهم: وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، هذا قول حق، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن. يعني إيش إحنا بنشك فيها وما نحن بمستيقنين، معناتها إن عندهم ريب. اللي بيقول هالقول هذا لا بيقولوا بس إن نظن إلا ظن وما قال وما نحن مستيقنين، بنقول هذا شك. بس لما نقول إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، يعني ما عندهم اليقين أنها ستحصل. عشان هيك سورة الحجر 99 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني يا مهدي اعبد ربك وملتزم في العبادة حتى يأتيك اليقين بأنك أنت المهدي. أما حاشا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول قول إنه، لأنه عنده اليقين أنه رسول الله، مش معناتها واعبد ربك حتى يأتيك الموت، لأنه كلمة الموت موجودة في القرآن الكريم وهسه عم يجيبكم دلالة على الكلام هذا. سورة النمل 22 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا الهدهد بقول سيدنا سليمان. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني نبأ ما في ريب ولا شك أبدا. سورة المدثر 47 قال تعالى: حتى أتانا اليقين. هسه الناس يقول لك انه هذول الناس
أيقنوا بالموت، يعني الموت إجاهم. طب لو إجاهم الموت، هي الآية واضحة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، إلا أصحاب اليمين في جنات نتساءلون عني عن المجرمين قيل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نأكل طعام المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ونكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. إمتى كانوا بتحدث وهم ميتين ولا يوم القيامة؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني المؤمنين أصحاب اليمين في الجنة، يعني بيحكوا مع مين؟ المجرمين اللي في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاهم اليقين. أمتى أتاهم اليقين؟ هم في النار يوم الحساب وعرفوا أن الله حق. ودليل على كلامي سورة السجدة 12، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إن تجاهم اليقين وهم بعد الحساب والله بحاسبهم وهم في النار. فهمتوا أحباب الله إنه حتى أعبد ربك حتى يعطيك اليقين مش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهي للمهدي. سورة الصفات 16 ونجي على الموت، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هاي الموت. سورة الزمر 30، قال تعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم إنهم ميتون. لو حكى لعبد ربك حتى يأتيك الموت ليش ما حكى كلمة ميت؟ ما الميت وميتون وأمات؟ مليون كلمة في القرآن الكريم، آلاف الكلمات عن الوفاة والموت. كلمة الله سبحانه وتعالى يذكر كلمة بمعناها ملهاش معنيين. وجبت لكم مليون دليل من القرآن الكريم، مستحيل تكون كلمة إلها معنيين. كل كلمة هسا قلت لكم بقول أخي إيش إن بعض الظن إثم، مثلا دائما الظن ما نظن ما نظن ما نظن. هسا في ظن خير وفي ظن شر، بس ما اختلف معناها. في ناس بقول أخي كلمة الظن، بقول أخي إيش على سبيل المثال وما نظن إلا ظن، يعني هاي الآية اللي قبل شوي قلت لكم إياها وقيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن. هذا الظن السوء، ظن الإثم. بس بقول أخي إيش مثلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. راحت عن بال الآية، بس المؤمن بظن في الله ظن خير وإن شاء الله راح ينزل شريط على موضوع الظن كله. بس إيش هسه أنا يعني قاعد بورجيكم، بس كلمة اليقين مثلا ما إجت إلا إيش إنك تكون متأكد 100%. أما الشك إذا بتشك في شيء بتظلك تشك حتى يجيك اليقين، فلما يجيك اليقين من زال الشك من قلبك ويكون قلبك 100% ممكن. زي مثلا ايش الريب، دائما اقول لك ريب واقول لك في ريبه ما يترددون، بقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ما فيش فيه ذره من الشك ولا بتدخل في قلب المؤمن اي ريب، عشان يقول لك لا ريب فيه، ما قال لا شك فيه. فهمت احباب الله؟ وصلتكم المعلومه انه المهدي هو اللي بعبد ربه حتى يأتيه اليقين. وبينت لكم أحباب من الشريط وبالآيات إثباتات يعني بالحجة الداحضة لأي إنسان بده إيش يزيد كلام غير كلمات الله، يجيب لي دليل وبرهان على أنه كلامي خطأ وأنا مستعد إيش أرجع للحق وأقول سمعنا وطعنا. قلت لكم الفرق بين الشك واليقين والريب وإثبات أن على المهدي أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني المهدي بيظلوا في شك
حتى يأتيه اليقين، اللي هي إيش؟ ليلة الإصلاح والبيعة. اللهم اجعل الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.